اوكي. التيتل بتاعنا وير فونت فون. وير فونت فون، من يسكن اين؟ وير من فونت يسكن فون اين؟ هو هنا مديني شخصيات فاطمه اللي احنا اتكلمنا عليها، اصدقاء شتيفن. شتيفي اهي ساكنه هنا عند الطاقه عند السيتي هوتل اوكي جنبه، وفاطمه عند البلومن لادن، وريناتا عند البارك شتراسه، وعندي هنا هيلمز فراغنبورغ في الكانت شتراسه، وعندي داريو كده جنب البيوتي بلات، وهكذا. هانزي ولي تعالوا كده. شو دير دي شتات بلان جنال ان بلد دانزت. هنا دي الشخصيات بتاعتي هير اند فراغنبورغ، ريناتا بولف، فاطمة يرمز، داريو زاهي، شتيفن. وديني فيربن وونت وونن، وديني شوية بريبزيتسيوني إن أم نيبن دين، إن أم نيبن دين، إن دير أم دير نيبن دير. بعد كده ديني أجل بلتسي بعض الأماكن زي بانو شتراسي، بوست بلومن لادن، بوتي بلاتس، سيتي هوتل، باير شتراسي، كيل، كان شتراسي، باو هاوس. هو هنا عايزني استخدم كل مكان على حسب البوزيشن بتاعه والارتيكل. هنا بيرجع للضطيف، احنا اخذنا الضطيف قبل كده وقلنا ان الدير بتتحول في حاله الضطيف لدين، والداس بتتحول لدين، واخذنا الدي فيمينين بتتحول لدير، واخذنا الدي بلورال بتتحول لدين، واضيف اوقات الكلمه اللي بتيجي بعديها حرف ال. اوكي. واخذنا الترم الاول بعض البريزنتيشن اللي بتعمل حاله الضطيف زي اللي احنا اخذناهم، كانت ان دين اللي هي بتساوي ان، واخذنا انتر ونيبل واوف. اوكي. هو النهارده مكمل معايا ان اللي هي اختصار ان دي. ايه ان دي؟ ان دي جديده عليا. ان دي اختصار لان دي، يبقى ان اختصار لان دي. حد هيقول لي فرو او مش دي اللي احنا كنا بنقولها مع الروتن تاج وال 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 الفخ التعبي ايام الاسبوع والتاكس اكسايتن والحاجات دي. لا 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 لا، هنا ان كانت تمبرالي زمنيه بتيجي مع الزمان، لكن هنا لوكال مكان. هنا ان بتيجي في حاله التطير مع المكان، خلاص. يبقى ان هنا اختصار لان بي. ونيبل احنا اخذناها قبل كده بمعنى بجانب، يبقى ان بمعنى في، وان بمعنى بمحاذاه، ونيبل بجانب. البريبزيتيون دي بتعمل حاله ضطيف. اوكي. طيب الالوان هو بتهالي دي اللون الباو ده بيقول لي ان ده ناصر مين، واللون الكون بيقول لي ان هو نايترال، والقوت بيقول لي ان هو فيمين. طيب بحدد بناء على ايه؟ على الكلمه اللي بتيجي بعد البريبزيتيون. والله لو الكلمه ادتها دي يبقى دي في الضطيف بيتحول لدير. طيب لو الكلمه ادتها دير في الضطيف هتتحول لدين، لو الكلمه ادتها داس في الضطيف هتتحول لدين. مثلا هنا قال لي داري ساين فونت، ممكن اقول ان او ام او نيدن دين كاف هاوس. هحدد بناء على الخريطه اللي عندي فوق. تمام كده انا هبدا اكمل الجمل بتاعتي زي ما احنا متعودين من الخريطه اللي فوق. الاختصار يعني بيقول لك ان بريزيسيون ان ان وان ونيمت بيعملوا حاله ضطي. طيب امتى استخدم ان؟ اول ما الاقي كلمه اللي فيها بلاس احط على طول معاها ان. طيب شتراسه، اول ما الاقي كلمه شتراسه احط معاها بريزيسيون ان دي، هحفظها كده ان
بلس. وايه الغير؟ مع اي يعني شير عشان تراسي معنى شير. خلاص؟ مثلا ايه الغير؟ كانت تراسي، الغير باير تراسي، وهكذا. تمام؟ هنيجي بعد كده بيقول لي ان في بريزنتيشن ثانيه. ايه البريزنتيشن الثانيه؟ في حاجه اسمها فور. فور امام. فور هنا مش بمعنى قبل في الزمان اللي احنا اخذناها قبل كده، لا 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 خالص، هنا بتيجي بمعنى في المكان. يبقى فور بتعمل حاله دوتي. خلاص؟ واحنا خلاص عرفنا الارتيكل بتتغير ازاي في الداتيف. يبقى هنا فور بمعنى امام، فانا اخذت فور بمعنى امام، واخذنا نيبل بجانب، وانتر تحت، واخذنا ان اللي هي بمحاذاه، واخذنا ان بمعنى في. هنا بيديني باي شبيل شتيفن تريفت فاطمه فور دير شول، امام المدرسه. طب ليه قلت دير؟ علشان فور بتعمل حاله داتيف، وشول الارتكل بتاعها دي، ودي في الداتيف بتتحول لدير، فقلت فور دير شول. بعد ما بعمل الجمل بتاعتي هكتبها تحت زي ما احنا متعودين. تمام؟ نيجي بعد كده للبوكليت. انا عندي هنا في البوكليت الشرح اللي احنا قلناه قبل كده بتاع الداتيف مع البوسيسيف، شرحناه قبل كده وانتم موجودين معايا في الكلاس، وقلنا ايه اللي بيحصل والتغييرات اللي بتحصل فيه، موجود اهو عندي في البوكليت. تمام؟ بعد كده عندي بيكون عليه بيقول ان دي هتبقى هاوس اوف جابر. اوكي؟ ده زي الفنتنسين ان بوكليت. فيلتين فنتنسين ان بوكليت. وعندي في الاربعتش بوخ زي 140 اوكي؟ نمرة 9. اوكي؟ المرة الجاية ان شاء الله هنكمل البريزنتيشن بتاعتنا وهنكمل الداتيف في الدوت.